كنا في بداية الحلقة بنتكلم مع حضراتكم عن استغاثة قدمها أو عرضها والد الطفلة منا واللي استجاب لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الطفلة أصيبت في حادث دهس بعربية نقل كبيرة منا في سنة ثالثة إعدادي، عندها 14 سنة. طبعا بتعاني من موقف صحي صعب وقاسي للغاية على طفلة لسه عندها 14 سنة، لسه يعني بتبتدي حياتها، وكمان صعب على أسرتها. معنا دلوقتي هاتفيا أستاذ هشام والد منا. صباح الخير يا أستاذ هشام. نور يا فندم. يا اهلا بحضرتك. أهلاً. الف سلام على منا وربنا يطمنك عليها يا رب. لكن في البدايه طمنا على حالتها الصحيه، عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله تمام. يا منا دخلت مستشفى الجلاء امبارح، طبعا ده فور صدور قرار السيد الرئيس، فطلعت عربيه مجهزه من مستشفى اسيوط الجامعي، عربيه عنايه مركزه، ونقلتها على مستشفى الجلاء. مجرد وصولها مستشفى الجلاء استلمنا فريق من الاطباء، دخلها غرفة العناية المركزة، ابتدوا يفحصوها وابتدوا يعملوا لها إشعاعات فحوصات كاملة على أساس وتحاليل على أساس يطمنوا على حالتها الصحية ويعرفوا إيه اللي محتاجة الفترة الجاية. فإن شاء الله بإذن الله، يعني هو لسه دلوقتي برضه ما بانش يعني إيه الأخبار عنها، ولكن إن شاء الله إحنا آملين في ربنا إن نشبيها وتكون كويسة بإذن الله. بإذن الله. طبعا أستاذ هشام، بعد التحية خليني أعرف من حضرتك، يعني وحضرتك بتكتب البوست على مواقع التواصل الاجتماعي أو المنشور اللي حضرتك نشرته طبعا عن حالة منا، كان يعني كانت توقعاتك إيه؟ توقعت إنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني هيستجيب بهذه السرعة، إيه اللي حصل أو كنت بتعمل إيه وأنت بتكتب البوست ده؟ والله واحنا بنكتب البوستات دي كنا آملين في ربنا سبحانه وتعالى، وكنا واثقين ان الرئيس هيوصل له صوتنا، لان هو الرئيس صراحه يعني قريب لينا كلنا. طب احكي لنا اللي حصل يا استاذ هشام من وقت ما حطيت المنشور ده لحد ما تم الاتصال بيك. ما كملناش 48 ساعه. لان منا احنا كانت بقالها بالظبط دلوقتي قعدت 16 يوم في مستشفى اسيوط الجامعي، وكان بيقدموا لها الرعايه، ولكن منا كانت حالتها حرجه وكانت محتاجه رعايه اكبر ومحتاجه يعني محتاجه اهتمام اكتر. ف يعني انا تخيلي كده، انت بتشوفي مثلا ظهره حياتك او فلذه كبدك بتدبل قدام عينيكي، فطبعا يعني فكره ان احنا كنا نبعت للسيد الرئيس دي يعني كانت فكره الحمد لله كويسه، والحمد لله طبعا السيد الرئيس ما تاخرش عنا. فاحنا ولما حصل يا استاذ يكرمه ويسدد خطاه استاذ هشام، لما حصل بقى وحصلت الاستجابه، ايه رد فعلك؟ حسيت بيه ساعتها؟ طبعا حسيت ان انت عارف حضرتك لما الروح ترد لجسدك، يعني تحس ان الواحد يعني انا يعني كنت باجي في اوقات كنت بفقد الامل ان منا ترجع تاني تمشي على رجليها، فطبعا ده كان احساس جميل جدا. حسيت ان شاء الله منا ترجع تاني وسطينا، تمشي وتتحرك وتلعب رياضه ان شاء الله، ترجع احسن من الاول كمان. جميل جدا طبعا ان شاء الله. طيب استاذ هشام، يعني لو تقول لنا كده بشكل مفصل شويه وتطمنا على حاله منا، يعني تشخيص الاطباء ليها، استجابتها للعلاج قد ايه؟ بص، هي منا العربيه لما خبطتها واضح ان عدت على جزء من جسدها، فطبعا ده كان اثر تاثير كبير جدا، يعني ان عربيه نقل وزنها كبير جدا، فطبعا يعني حصل تهتكات كتير في الامعاء واضطروا يغيروا لها مسار، جزء عدى على رجليها، جزء منها، جزء كبير من النسيج العضلي اضطروا انهم يشيلوه لان هو ما كانش بيوصل له دم. حصل لها من سبب كوتشات العربيه وتراب، حصل لها تلوث شديد جدا، سبب حاجه كده زي الغرغرين اتعفن في الجسم، وابتدى ينتشر في كذا حته في جسمها، مش في حته بس، يعني احنا فوجئنا ان في كذا حته برضو مش بيوصل لها الدم او ابتدت تتعفن. فطبعا تخيل كده تبقى بنتك قدام عينيكي بتاكلها البكتيريا، قاعده على السرير بتكلمنا وبنكلمها، ولكن ريحه العفونه طالعه من جسمها، احساس صعب جدا جدا، يعني ممكن اي واحد يشوف في الدنيا. ربنا يطمنك عليها وان شاء الله باذن الله تشوفها احسن من الاول كمان وترجع تاني لحياتها الطبيعيه وتمارس رياضه وتطمن عليها قريب جدا. يا استاذ هشام احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا وربنا يطمنك عليها يا رب.